أحد القوم كان مشهورا بالعين، فنظر إلى ناقة مع أحد القوم وكانت جميلة وكذا، فقال له القوم إن كنت تصيب بالعين فعليك بناقة فلان. قالوا فوقف عليها ما يدرون بماذا تمتم من كلام، فسقطت الناقة وتكسرت قوائمها الأربع فسقطت على الأرض وكادت أن تهلك. فأتى صاحبها إليها، فشيخ الإسلام يكثر من هذا الدعاء، فقال صاحب الناقة، قال: حبس حابس وشهاب قابس وحجر يابس، ترد عين العائن عليه وفي أحب الأشياء إليه. قالوا فلما قال، ثم قال بعدها: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قالوا قامت الناقة على أقدامها وجحظت عينا الرجل، برزت عيناه، وقامت الناقة تسير على أقدامها. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى هذا، وبعض الناس يقول إذا رأيت عائنا فقل عليك الخمس، فبعضهم إذا رأيه يسير عليه بيده هكذا يقول عليك الخمس، وليس هذا المقصود. المقصود الخمس أن تقرأ سورة الفلق، فهي خمس آيات، وبإذن الله تعالى